النداء الأخير للسلطان وسحرزاد، الرجاء التوجه إلى البوابة لصعود الطائرة. ايش الاحتفال هذا يا سحرزاد؟ طبعا هذه المفاجأة اللي انا حضرتها لك، قلت لك من اول لازم نجي هذا الوقت من السنة في الصيف عشان نحضر هذا الكرنفال اللي بيصير كل سنة بذا الوقت. لما تخططوا على شيء تحسبوها صح. طيب المدينة اللي احنا فيها هذه صح، مبروك على الساعة. ايوه كيف بس نجي البلد دي من غير ما اشتري ساعة؟ بس ما اشتريت لي ما سكتت لي بالاحتفالات والشوكولاتة من اليوم وانت تأكلني شوكولات و... طيب ما هذه الأشياء المشهورة في المدينة دي يعني، بس الساعة شوكولاتة وأشياء زي كذا. بس نشوف احنا الميزانية واحنا خارجين، إذا بقي في ميزانية خلاص. أنا أهم شيء إنك جبتني هنا، مو مشكلة خلاص، ما أبغى ساعة، أنا متنازل عن الساعة، أنا أبغى ألعب في الكرنفال. هي بس نافورة جدة أحسن، أطول أوكي. أطول نافورة في العالم. هذه ارتفاعها كم؟ 140 بس. اللي في جدة بكم؟ 320 بس. طبعا هي كانت 90 ترى، بعدين كذا حسوا انه فيها نوافير، زودوها شويه، زودوا مضخات واشياء زي كذا عشان توصل ل 140. هي طبعا اكيد اقدم من حقه جده، لكن حقه جده يعني اطول نافوره في العالم. طيب بس البلد هاديه يعني. طبعا ترى بعد الساعه 11 ممنوع تسوي أي إزعاج ولا يشتكوكي والشرطة تجيكي. الحمد لله نحن بنجلس بس 3 أيام عشان الكرنفال ذا ونمشي. بالضبط. بس البلد يعني سبحان الله حقيقي بلد جميلة. صحيح. جميلة جميلة. هي بتشتهر يعني بالخضار، بالهدوء، بالفخامة، بالرقي. عندهم ثقافة كده، معتزين بنفسهم مرة كثير. طبعا هم يعني يتكلمون فرنسي يعني اللغة الأساسية صح؟ هي. ويتكلمون دوتش على حدود فرنسا. أه. مرة على حدود فرنسا يعني نصهم. حلو، عشان اضفشنا نروح بالسيارة. ايش رايك بعدين نروح نطلع جبال قريبة من هنا نعمل تزلج على الجليد؟ انت والبرد. لا انا مبسوطة كذا، انا ابغى الحر. انت تبغي الكرنفال؟ يلا خلينا نبسط في الكرنفال وناكل شوية شوكولاتات وحاجات زي كذا حلوة. بكرة وجهة جديدة، واللي عرف المكان اللي راحه يرسل اجابته على STC 85104 موبايلي 66001 زين 701313.